أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهانت 100 موظف أمريكي يغادرون العراق بناء على طلب حكومتهم. ونقرأ في البصائر خبراء: العراق بات ساحة مصالح وصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء في المدى: البرلمان يستجوب 6 وزراء في حكومة عبد المهدي ويحضر قائمة بأربعة رؤساء هيئة. وفي الجزيرة نت نطالع: حفتر في أوروبا وقوات الوفاق تقتل وتأسر عددا من جنودها. ونطالع في كتابات: الولايات المتحدة ترفع أعداد قواتها العسكرية في العراق. وجاء في القدس العربي: مسؤول إيراني يدعو لعقد مفاوضات أمريكية إيرانية في قطر أو العراق. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: موسكو تلوح برد مع بعد عقوبات أمريكية على 5 روس. أهلا بكم. يتصاعد اهتمام الشارع العراقي بتداعيات تطور الأزمة الإيرانية بين إدارة الرئيس الأمريكي ونظام الولي الفقيه، نتيجة إرسال الولايات المتحدة للمزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط واحتمال تحولها إلى صراع عسكري يضمن للولايات المتحدة الدفاع عن مصالحها الإمبريالية هناك، ردا على ما وصفته الإدارة الأمريكية بتهديدات من قبل وكلاء إيران في العراق، في الوقت الذي تفاجأ العديد من العراقيين بوصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رحلة غير معلنة إلى بغداد كان غرضها على ما يبدو الضغط على النظام العراقي، بحسب تصريحات الوزير الأمريكي فيما يتعلق بمخاطر متزايدة على الأمريكيين قد يقوم بها حلفاء إيران في العراق. هذا مقال للكاتب أمير المفرج حول وكلاء إيران في العراق. وعلى الرغم من التباين الواضح في طبيعة توقعات الشارع العراقي المنقسم طائفيا، إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم استغلال الإيرانيين للفوضى التي أحدثتها عملية غزو العراق لإرساء المشروع القومي الفارسي بعد تغليفه بعباءة مذهبية كاذبة، قسمت العراقيين وأعاقت استمرار وحدتهم في عراق عابر للطوائف والقوميات، بيد أن طبيعة هذا الصراع الاستعماري الخطير على المصالح بين أمريكا وإيران قد يحوله سريعاً إلى مواجهة عسكرية مباشرة على التراب العراقي في حال فشل الجانبين في الجلوس إلى طاولة المفاوضات. في المقابل، أصبح من الصعوبة على الحكومة العراقية التوفيق في مسؤولياتها المعلنة أمام الوزير الأمريكي في حماية القوات الأجنبية المتواجدة في العراق، نظراً لارتباط ميليشيات الحشد الشعبي مع أسس تنظيم الدولة العراقية الجديدة والإشكالية القائمة جراء توظيفها للدفاع عن طبيعة النظام العراقي بشكله الطائفي وعلاقته الحيوية المرتبطة مع مصالح إيران. لقد أصبح من الواضح من خلال قراءة موضوعية للمشهد السياسي العراقي التنبؤ بالتداعيات المقبلة للمشهد العراقي نتيجة التنافس الأمريكي الإيراني والإشكالية الناتجة من تأثير قوى الضغط الإيرانية داخل مؤسسات الدولة السياسية العراقية من خلال دور الميليشيات المسلحة كعامل ضغط للمصالح الإيرانية في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثير هذه الإشكالية على النظام العراقي بعد انحسار مساحة المناورة وضيقها وانتهاء اللعب على الحبلين في حالة إعلان الولايات المتحدة الحرب على إيران. لا شك بأن تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني المقبل ستضع لا محالة النظام العراقي أمام خياره، فإسناد إيران يعني تخلي واشنطن عن النظام العراقي، أما الوقوف ضدها فيعني إنهاء الدور الإيراني الطائفي، وهذا في كلا الحالتين إشارة للتغيير المقبل في العراق برمته.
جاء في العربي اللندنية: السفارة الأمريكية في بغداد خفضت من أعداد موظفيها وأجلت الأكثرية منهم إلى خارج العراق بمن فيهم العاملون في قنصليتها بإقليم كردستان. وعلقت الولايات المتحدة برامج تدريبها للقوات العراقية وقوات البيشمركة حسب ما صرح به الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، ثم عادت السفارة وفحصت صافرات الإنذار بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية رفع التأهب إلى الدرجة القصوى. لكن المسؤولين في العراق كما يبدو ليسوا في عجلة من أمرهم لقراءة مخاطر الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وما يمكن أن تتركه من مصاعب أمنية وحتى اقتصادية وسياسية على العراق، ولو من باب توقع الأسوأ. تحت عنوان الحياد الإيجابي: خطة للطوارئ في العراق، كتب حميد الجيلاني مقاله في صحيفة العرب اللندنية. الحياد الإيجابي للسلطات في العراق يتنافى مع منطق الولاء لولاية الفقيه، فتشكيل حكومة عادل عبد المهدي مثال قريب لميول ميزان القوى إلى النظام الإيراني، عدا عن اصطفافات النظام السياسي طيلة سنوات الاحتلال، رغم أنه وصل إلى الحكم متعلقاً بأذيال سرفات الدبابات الأمريكية. لذا فإن ما يقال عن عدم تهديد فصائل الحشد الشعبي للمصالح الأمريكية لأنها ليست بمعزل عن موقف الدولة وتأتمر بصلاحيات رئيس الوزراء، تفنده سيطرة فصائل الحشد على مقاليد السلطة في البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية وسلطة القضاء، ولم تعد تقتصر على حملة السلاح، إلا أنها في المحصلة تشكل نظاماً خاضعاً بنسب متفاوتة في أهوائه لنظام الملالي. الولايات المتحدة جربت مزاج فصائل الحرس الثوري سواء في محاذير الاستهداف الأمني، ومنها ما تأكد في استحضارات زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد ليلاً وما أثير حولها من جدل، أو في تزايد مطالب الحشد البرلماني لمناقشة استصدار قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق في هذا التوقيت الحرج، متجاهلين ومؤجلين موقفهم من تداعيات الصراع بين الطرفين على شعب العراق. جاء الدور الآن على المرشد خامنئي ليلقي بهم إلى أوتون جبهات مجهولة في حرب يظنها لن تقع، ربما لديه خبرها رغم أن سعيرها عند حافة كرسيه، لكن هذه المرة برفقة الأرقام السرية لهاتف الرئيس دونالد ترامب وعلى توقيت الساعة السويسرية التي تضع النظام الإيراني عند مدخل بوابة إعادة المفاوضات ومواجهة الكشف عن البرنامج السري النووي الذي طالما هدد به خامنئي وحرسه والرئيس روحاني. نطلع في المدى عن ارتفاع حالات الانتحار في العراق، حيث هنا يدق ناقوس الخطر. وزارة الصحة العراقية في آخر إحصائية عن عدد الأطباء النفسانيين تقول بأن هناك 138 طبيباً نفسانياً فقط بالعراق برمته ونحو 60 عاملاً في مجال الصحة النفسية الاجتماعي أيضاً في جميع أنحاء العراق. نصف حالات الانتحار تعود لأشخاص غير متزوجين وعاطلين عن العمل. عن الانتحار في العراق جاء في المدى تقرير حول هذا الموضوع. يقول أطباء عراقيون متخصصون بالصحة النفسية والعقلية إن افتقار العراق لأشخاص مدربين بشكل كف على التعامل مع حالات الانتحار جعل البلد يتخبط في التصرف مع تزايد في أعداد المنتحرين ومحاولات الانتحار. جان كازلهان عميد معهد العلاج النفسي والصحة الذهنية في جامعة دهوك بإقليم كردستان قال في لقاء مع موقع The Media Line الإخباري الأمريكي: لدينا آلاف من الضحايا الصدمات النفسية ونشهد حاليا تزايدا في معدل حالات اضطرابات ما بعد الصدمة. تؤدي هذه المرحلة إلى الاكتئاب والإحباط وتصل بعض الأحيان إلى أذية النفس وتعاطي المخدرات. وأضاف كازلهان بقوله: لا يوجد في العراق تخصص بطب العلاج النفسي،
وليس لنا عدد كاف من الأطباء النفسيين الذين يمكن أن يساعدوا في علاج الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب أو أمراضاً عقلية أخرى. لهذا ليست لدينا في العراق استراتيجيات خاصة للحد من حالات الانتحار. يقول كاتب الصحة الذهنية لم تكن من ضمن اهتمامات وزارة الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مع ذلك فإن الحكومة قد حققت بعض الإنجازات في مجال الصحة العقلية، مثل دعمها لدمج الصحة الذهنية مع رعاية الصحة الأولية، مع تقديم مسودة قانون جديد متعلق بالصحة الذهنية، وتقديم مسودة مشروع لاستراتيجية وطنية تعالج حالات الانتحار، ولكن ما يزال هناك كثير من العمل يجب إنجازه في هذا المجال. أقرأ في العرب الجديد: تفيد معطيات القصف التي طاولت مدينة إدلب في الأيام الفائتة وعمليات التحشيد العسكري حولها بأن المعركة الحاسمة مقبلة في هذه المنطقة لإنهاء حال الاستعصاء فيها وإعادتها إلى سيطرة النظام، حيث تقود المصالح روسيا إلى الدفع باتجاه معركة من هذا القبيل. أصبحت الضرورة الدافع الأكبر لديها إن قلت مصالحها في عودة المنطقة إلى سيطرة النظام، ربما يفضل النظام عدم خوضها بسبب ما راكمه من خبرة في التفاوض مع المناطق الخارجية عن سيطرته وأثمرت إعادتها وفق سياسة المصالحات ومن دون قتال. ولكن يبدو أن ما توفره هذه المعركة للروس من ناحية بقائهم في سوريا يجعلهم يهملون تداعياتها التدميرية على المحافظة وربما على باقي سوريا برمتها، بحسب الكاتب مالك والنوس في صحيفة العرب الجديد. تجمع المسلحون المعارضون للنظام السوري من كل أنحاء سوريا في محافظة إدلب على مدى السنوات الأخيرة بمقتضى اتفاقيات المصالحة التي كانوا يعقدونها مع النظام، وبات تمركزهم فيها بمثابة الملاذ الأخير لهم، لا يستطيعون الخروج منها إلى المهاجر، وتضيق المدينة بهم وتستنزف مواردها، وتبقى احتمالات المعارك الداخلية بينهم قائمة لتعدد الفصائل المعارضة المتنوعة الموجودة فيها. وعلى الرغم من ذلك، قد تقود كثافة المقاتلين إلى احتدام المعارك كما لم تكن من قبل، وسيؤدي ذلك إلى تدمير المدينة لتلحق بالمدن المدمرة، كما سيلف الغموض مصير 3 ملايين شخص يقطنونها وهم سكانها والذين لجأوا إليها من المناطق الأخرى التي دمرت أو التي أجريت فيها مصالحات نصت على خروج المسلحين وعائلاتهم ومن أراد من الأهالي إلى إدلب. قد يفرض احتدام المعارك في إدلب على المسلحين فيها أن يهربوا فيتسللوا منها إلى باقي المناطق، وربما يتخذون من مناطق أخرى كانت في يد النظام مراكز تصبح مقرات سرية لهم لاستنزاف الجيش السوري. وفي هذه الحال تكون البلاد قد دخلت مسارا آخر مغيرا للمسار السلمي المأمول، والذي كان السوريون من موالين ومعارضين يتمنون أن تدخل البلاد فيه، حفاظا على أرواح من تبقوا من أبنائهم. على كل صاحب مؤسسة صغيرة كانت أو كبيرة، بقالة أو مدرسة أو شركة طيران، أن يقدم لنفسه أولا جردة حساب بسيطة كل عام بالأرباح والخسائر والهدر والاحتياط، وبناء على أرقام وحقائق هذا العام يرسم خطة العام المقبل أو مجموعة الأعوام المقبلة. عن جردة الثورة الإيرانية كتب سمير عطلة في صحيفة الشرق الأوسط. وقد حان لإيران أن تضع لائحة بالأرباح والخسائر منذ ثورتها إلى الآن، أولا في الداخل وما هو السبب الموجب لأن تصرف على الترسانة السلاحية أضعاف ما تصرف على المدارس والعلم والزراعة وسائر المستقبليات. لقد حققت إيران دون شك أهدافا كثيرة في سياساتها التوسعية والعدوانية والمتغطرسة. انتصرت في سوريا بحيث لم يبقى حجر على حجر،
ولا بقي سوري في منزله، وانتصرت في اليمن بحيث لم يبقى عمل أو وظيفة أو ديار، وانتصرت في العراق حيث طارت الموصل من يدي رجلها الفريد نور المالكي، ثم خرب العراق كله لاستعادتها من داعش، وانتصرت في السعودية حيث عادت المملكة برمتها وتحالفت مع أسامة بن لادن وأركانه وورثته، وانتصرت على أمريكا حيث هزمت الشيطان الأكبر وأغرقت نفسها في حصار قاتل. أهم خدمة تؤديها طهران لنفسها وللشرق العربي، يقول الكاتب، هي أن تضع بكل هدوء جردة حساب تقرأها جيدا ثم تسأل شعبها كيف يقومها شرط أن يجيب بحرية كاملة. جاء في الشرق القطري، يبدو أن توقعات المتشائمين للأوضاع السياسية في السودان تسير نحو التحقق على أرض الواقع المثخن بالتوتر والشد والجذب والشحن والتهيج. المال السوري يبدو الأقرب للحدوث إذا ما سارت الأمور على النحو الحالي، بحسب الكاتب ياسر محجوب الحسين في مقال له بصحيفة الشرق القطري. إن مستقبل الاستقرار السياسي يبدو مظلما لدرجة أن أخف سيناريوهات وطأة أن يحدث انقلاب عسكري، فإن اعتبرنا أن ما حدث في 11 من نيسان أبريل الماضي من تغيير انحياز من جانب الجيش للثورة الذي يفترض أنه ركن مهم في تحقيق أهداف الثورة من سلام وحرية وعدالة، فإن الانقلاب المتوقع سيكون مجيرا لصالح أهداف مجموعة الضباط التي سوف تنفذه مهما اجتهدوا في طرح تبريراتهم ومسوغاتهم التي دون شك سوف يستندون فيها إلى الراهن المضطرب. ومعلوم أن قوى الحرية والتغيير كانت قد أعلنت ما أسمته بالتصعيد الثوري الذي شمل تمديد الاعتصام وقفل الشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم، الأمر الذي اعتبر تحديا غير مسبوق لسلطة المجلس العسكري وهيبته. ومن الواضح أن هناك تخطيطا وتصعيدا من قبل فصيل أو أكثر من فصيل داخل قوى إعلان الحرية والتغيير لكسب تماسك الثوار الذين تسلل الملل إليهم مع تطاول أمد التفاوض مع المجلس العسكري حول الحكم في الفترة الانتقالية. السياسيون الانتهازيون والرغائبيون على وشك اختطاف الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير السابق وتجهيرها لصالح أجندتهم السلطوية بالكامل. في الوقت ذاته تنشط التدخلات وتنشطها هي تنشط التدخلات الخارجية لرسم المستقبل السياسي وفقا لتصوراتها ومصالحها التي تتعارض مع مصلحة السودان وثورتها. وإزاء ذلك المشهد العبثي، يبدي المجلس العسكري الانتقالي ارتباكا وضعفا بينا تجاه مسؤوليته الأصيلة والأصلية في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. بعيدا كل البعد عن السياسة، أظهر تحليل بيانات محطات الرصد الأربع التي ثبتها رواد الفضاء في مهمات أبولو أدلة جديدة ترجح نشاطا تكتونيا في القمر بعد أن كان يعتقد أن القمر عبارة عن كتلة صخرية ميتة. وكشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة نايتشر لعلوم الأرض عن رصد زلازل سطحية قمرية بشدة تتراوح ما بين درجتين وخمس درجات على مقياس ريختر، ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بأماكن المنحدرات التصدعية الشاهقة. وتأخذ هذه المنحدرات القمرية التصدعية شكل الدرج، وعادة ما تكون بارتفاع عشرات الأمتار وتمتد لبضعة أميال. وقد وجد الفريق أن ثمانية منها قد وقعت على بعد 30 كيلومترا من التصدعات الظاهرة في الصورة والصور القمرية، مما يعطي مبررا منطقيا لاعتبارها سببا رئيسيا وراء حدوث تلك الزلازل.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.